إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه عليه. تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبياً عن أمته ورسولاً عن دعوته ورسالته، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كتاب الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أجار الله وإياكم وسائر المسلمين من النار. أحبتي في الله، حياكم الله وبياكم، وتبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم الذي جمعنا في هذا اليوم المبارك على طاعته أن يجمعنا مع حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. عباد الله، تمر الأيام والشوق يزيد ويكثر لهذا الضيف العظيم، لهذا الضيف العظيم عند الله تبارك وتعالى، ألا وهو شهر رمضان. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هو شهر الإحسان، هو شهر الجود، هو شهر الصيام، هو شهر القيام. عباد الله، لذلك ما أحوج المسلم وما أحوج المؤمن وما أحوج المسلمة أن تشمر وأن يشمر على ساعديه كي يستقبل هذا الضيف العظيم بحفاوة واستغلال للأوقات. عباد الله، تحدثنا فيما مضى كيف نستقبل رمضان، وعن بعض الوصايا التي جعلناها بين أيديكم. هذه الوصايا إن عملنا بها عباد الله لا شك أننا سنجني ثمارا بإذن الله سبحانه وتعالى، سنجني أجرا من عنده سبحانه وتعالى، وسنعيش في أسعد اللحظات وأكرم المقامات. إذن أيها الأحباب الكرام، ما مش سنمرة والسنقال إلا ونتقرب، إلا ويتقرب دغانغ، نتقرب يتقرب دغانغ. إيش نضيف أيها الأحبة في الله، هو شهر عظيم عند الله سبحانه وتعالى، كيف لا وهو أعظم الشهور. فيه أنزل القرآن، فيه أنزل هذا الدستور العظيم، فيه أنزل كلام ربنا سبحانه وتعالى على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. إذن أيها الأحباب الكرام، ممش من هذه الخطبة الماضية بعض الوصايا زين وصل أي ثم ذن غيم سرمن، نسأل الله عز وجل أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه. لأن أيها الأحبة في الله، بعجالة أذكر، لأن الشيء إذا تكرر تقرر، أنتك من نزر ذي سمنا يعذن أيها الأحبة في الله، ثم نكمر بعض الوصايا ذن غيقيم أيها الأحبة في الله. أولا ذكرنا في الوصية الأولى وهي أهمها، الوصية الأولى لا بد من تبييت النية. عباد الله، لا بد لك أيها المسلم ويا أيتها الأخت الفاضلة أن تبيت
نية بينك وبين مولاك سبحانه وتعالى على أن تصوم رمضان إيمانا واحتسابا، وأن تقوم رمضان إيمانا واحتسابا، وأن ترجو الأجر من الله سبحانه وتعالى، وأن تكون عندك نية في قلبك أن يكون هذا الشهر من أعظم الأيام التي قد تمر عليك في حياتك. أول حاجة الإنسان ذيك النية أدينوا ذكرنس بأنه رمضان كفاز الذنوب، كفاز المعاصي، كفاز الغفلة. نهار كالثقل تغفر عام يكمر غفر ربي عز وجل يكشيج الفرصة، يعوض يجن فرصة عظيمة. ربي سبحانه وتعالى يسوغ استقبل ويريد الله أن يتوب عليكم. الله عز وجل يسوغ الغيتوب يسوغ استقرب يسوغ استغفى، بل أن الله عز وجل يفرح فرحا شديدا بقربنا إليه سبحانه وتعالى. وخذ ذنبذ، نحن كلنا عصاة، أنت مذنب وأنا مذنب، نحن كلنا مقصرون. مر مجدنجة أيها الأحبة في الله في هذه البسيطة في هذه الدنيا، قد نغفل قد نسقط قد نشتهي شيئا مما حرمه الله عز وجل، ولكن الإنسان المؤمن كما يقول ربنا تبارك وتعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، ذكر الله غيت قرب ربي عز وجل، مرمي مخضر مرمي مقصر مرمي يتولي يخفنس الإنسان يعقب شو تغفى إلا يتذكر يتعقب. وأعظم الذكرى وأعظم الذكرى أن يبلغك الله عز وجل شهر الصيام، زي الأعظم للنعم أن ربي تبارك وتعالى أخذ دي قرب رمضان أن يدركك رمضان. يقول جبريل عليه الصلاة: رغم أنف عبد رغم أنف عبد رغم أنف عبد من أدركه رمضان ولم يغفر له. ونخدي رمضان وسيخ فاشا ربي عز وجل وخسكيش السيئات وخسكيش الذنوب وثيق بيش ربي عز وجل قاربز رمضان يودخس رمضان. انت وجبوزي العتقاء من النار، انت وجبوزي المستغفرين، انت وجبوزي المنيبين، وجبوزي كذني تزجر، وجبوزي كذني تحب النخاء، ولتي خسر الدنيا ذي الآخرة مريض ودخس رمضان والعياذ بالله انت ويتبشى. لذلك ما أحوجنا عباد الله أن نستغفر لجميع ذنوبنا، أن ننوب إلى الله سبحانه وتعالى. كيف لا وعباد الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر ويتوب في اليوم الواحد 100 مرة. نبي صلى الله عليه وسلم تغيتوب استغفارا وهو خير الخلق، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يعصمي ربي عز وجل زي الخطأ زي الزلل زي المعاصي زي الذنوب. ورغم ذلك محمد صلى الله عليه وسلم كان ينيب إلى مولاه سبحانه وتعالى. ما أحوجنا نحن عباد الله أن نرجع وأن نتوب إلى الله سبحانه وتعالى. ما الذي تحدث به نفسك؟ طرحت هذا السؤال في الخطبة الماضية. نخل نفس النش ميك تساور مين تقى نفس النش ميك تساور مين تقى مين تقى يا أخي الكريم مين تقى يا أختي الكريمة نفس النش. لابد أن الشهر رمضان تفكار الدايس، تفكار الدايس تفكر ربما يوميا تفكار الدايس، وذيني وتفكاران هذه عصبي عز وجل، ذيني وتفكاران هذه صحى الليالي، ذنو تفكاران ذي لحظة السهرات المهرجانات، ذنو تفكاران ذي قمار رفجان تيفاق تيرا، ذنو تفكاران كذلك أنه رمضان خس يعذو أعظم الأيام. كيف لا أيها الأحبة في الله، إن قيل لك أن هذا الشهر هو آخر شهر في حياتك كيف سيكون حالك؟ بالله عليك كيف سيكون حالك إن كان هذا الشهر هو ختام حياتك وختام فرصتك في الدنيا؟ ما رشهر ونتا أنقر شهيغك للحياة. ربي عز وجل يريد أن يتوب عليك يوزغ استقربت يكشش الفرصة ينشها أذي قبض الروح النشة ترقيد ربي عز وجل غاك ديس ملك الموت أتفضي القبر ثم يوم القيامة أتوحسب من غدك يا أخي الكريم. لا شك أنك ستجتهد، لا شك أنك سترجع، لا شك أنك ستقرأ القرآن آناء الليل وأطراف النهار. إذن يا أخي الكريم من يضمن لك ولو ساعة واحدة في هذه الدنيا البسيطة؟ الوصية الثانية عباد الله بعد تبييت النية كثرة التوبة والاستغفار مع قدوم رمضان. كثرة الاستغفار، الإنسان يستغفر ربي عز وجل، هذه استغفر المولى سبحانه وتعالى دائما، ممشي يقين ممشي فاق ممشي روح يتص من بدا هذه استغفر الإنسان ربي سبحانه وتعالى. ربما دعاء واحد، ربما دعاء واحد إيش دعاء واحد إيش استغفار واحد أخذ يقبل ربي سبحانه وتعالى أتيرز المقبولين عند الله سبحانه وتعالى. ومن أعظم كرامات رمضان
أن يرزق فيه العبد من حلاوة الخلوة بالقرآن والتلذذ به. هناك تلذذ، هناك أنس، هناك سعادة إلا في القرآن الكريم. ذنج السعادة خلقة ربي عز وجل للمؤمنين فقط، الأتقياء تعالى الله عز وجل من الأتقياء. إجن السعادة إجت ربي سبحانه وتعالى يوذني يقبل الأولياء سبحانه وتعالى، إجت يوذني إيقال القرآن إني شخصنا لك القرآن إني تغيما لك القرآن، ثم دائما يتلون آيات الله عز وجل ودائما يتدبرون هذا القرآن. إذن أيها الأحبة في الله، اجعل هذه الأيام وأيام رمضان هي أيام استغفار وتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. الوصية الثالثة عباد الله، ادعو الله عز وجل وتضرع إليه بأن يعينك ويوفقك في رمضان لما يحبه ويرضاه. الوصية والثالثة هو تكتر زي الدعاء، تكتر زي القرب ربي عز وجل تدعيه باش يوفق. لن توفق إلا بالله سبحانه وتعالى، وما توفيقي إلا بالله. وخذ زود قدر خار، زود زجة، زود قطارويح، زود زيق، زود مدنيشان، زود صدقف، وجه الغد خصت شكلها. إنما يكشف الله عز وجل إجن مشيئة نسبية، ولكن النسبة المشيئة ربي عز وجل مطلقة. الله عز وجل أنت إيش توفق الغرخاء، أنت إيش يزول الخاء. إذن ما ربي عز وجل وحدس إيش توفق، لذلك التزم صراط الله عز وجل والزم دعاءه سبحانه وتعالى. ومن أعظم الوصايا التي وصى الله النبي صلى الله عليه وسلم معاذ، كان يقول له كل صلاة أدعو بهذا الدعاء: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قال النبي صلى الله عليه وسلم معاذ، يقول معاذ فوقاش مصلتي غيتني السلام عليكم السلام عليكم، تكمرت الدعاء أوانيته ربتت تذكر الصلاة: اللهم أعني على ذكرك. قال يا رب عوني خذ ذكرنش، يا رب عوني باش تثبت خذ ذكرنش، وشكرك باش تشكرني عنش، وحسن عبادتك باش تلي العبادة ذني موافقة لشرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الوصية الرابعة عباد الله، حدث نفسك بحلاوة اللقاء ولذة الأنس ومعانقة الصيام، لتبعث في نفسك الشوق إلى شهر الخيرات كشوقك إلى لقاء حبيب طال انتظاره. إذن باش تسن الصيام من يعنى؟ أن تسن رمضان من يعنى؟ باش نطبق مثل غينا ربي عز وجل: الذي رمضان لعلكم تتقون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قد صيامني يخميو ربي عز وجل غس حكم، غس فوائد، غس أسرار. ما يمي باش نعقب الله عز وجل، باش نقيش الحجاب، أنكيش مفريج على مقدر المعاصي، باش نبعد الذنوب، باش نبعد مرة من غصة الضبر ربي عز وجل لعلكم تتقون. من أعظم مقاصد الصيام تحقيق تقوى الله سبحانه وتعالى. وإذا أردنا أن نحقق هذه التقوى التي وصى الله عز وجل بها الأولين والآخرين، باش نحقق التقوى خصنا نسن القيمة رمضان، خصنا نسن من يعني رمضان، ثم خصنا نتشوق رمضان أيها الأحبة في الله أن تدعى ربي عز وجل يوميا باش أخرج السيود رمضان. كيف لا وسلفنا الصالح كانوا ستة أشهر يدعون الله عز وجل أن يبلغهم شهر رمضان. ست شهر، ستة أشهر يقرس: يا ربي بلغيد رمضان، يا ربي سيود خفي رمضان، يزو غانت ذي عيش رمضان يقرس: يا ربي سيود خفي رمضان وست شهر قبل، ثم ست شهر غوالس وأنا رمضان وجب ضحن ذكورني شهر ضحن غرب حوراث أضيع عن رمضان أضيع عن تقواني. لا، إنما قرس: يا ربي قبل خان رمضان، يا رب لا تقدر زي النار، يا ربي ما تقبل تخنق الصيام. تدعن ربي عز وجل ست شهاد تلون غواني رمضان، ست شهاد قبل رمضان تغيما العام يكمر لين تلون باش ربي عز وجل خسن ياضة، باش ربي سبحانه وتعالى نسي في الجنة. نشين أيها الأحبة في الله، تقيم 10 أيام عاد الوويد زي الجيل، عاد الأخت المسلمة تبقى متبرجة، عاد الإنسان يغفر ذي فيسبوك ذي الواتساب، عاد الإنسان ويعظم شو القرآن. للأسف للأسف هجرنا القرآن الكريم. القرآن ولت أيها الأحبة في الله يرسله ربي عز وجل سر سعادتنا في الدنيا والآخرة. اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه كما قال صلى الله عليه وسلم: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. اقرأ ربي عز وجل قال القرآن إيش غير وجه الخرخة،
القرآن ما نقصد تعيش دي الدنيا تعيش دي السعادة، اظهر القرآن الكريم تنزل تبحث دي الآخرة، اظهر القرآن الكريم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، للتي هي أقوم عباد الله. فالله عز وجل تحدى بهذا القرآن البشرية جمعاء، ربي عز وجل يتحدى البشرية جمعاء في القرآن الكريم. إذن يا أخي الكريم، إذا أردت أن تسعد قلبك فعليك بهذا القرآن الكريم. إذن عباد الله، يقول الله سبحانه وتعالى: وعجلت إليك ربي لترضى. هو الشعر غير غير زرخو عشا يمان يختص عيما يقيم من أيوان أحبة في الله. قال: يا ربي قد قدغاك باش خفي ضاضي، وعجلت إليك ربي لترضى. يا رب قد قرب قدغاك باش خفي ضاضي، ومن يضخك الله عز وجل، مريا ضخك ربي سبحانه وتعالى، مريني الملائكة: يا ملائكتي إني قد رضلت على فلان، قياضي خفران أجد أسيس من نش فلان بن فلان، والله مر من خك غيك دي الدنيا ويسكي وهلو، مش غد عيش دي الدنيا، مرد قيم ذو حدش دي الدنيا، يا قيم ذو مر وذن حقانشك، وغاك شا مقطع فقير مسكين وغاك شا، ولكن مريا ضخك ربي عز وجل أنت أغنى الناس. شكل الغني ومقال الغني هو عنده مراء يا ضخك ربي سبحانه وتعالى، يريش يا أخي الكريم أن عبدي فلان ضيخ خسق دي الجنة. نسأل الله عز وجل أن نكون منهم. عباد الله، الوصية الخامسة مهمة جدا. الوصية لذلك أنت تسمى أن يعذون تكاسيسة الإخوان. الوصية الخامسة: احذر مصاحبة الكسالى والبطالين الذين يقعدونك عن التشمير في رمضان، فليس هناك أشأم على السائر إلى الله من صحبة البطالين والكسال. في رمضان من دش يخسر خسخس ركز ذوي خمسة ركز خسوا غاكتين بويم الدوكار سبع عادش الله عز وجل حضايخ فنش قيم ذي رمضان تقيم قبل رمضان نسوي غير قدم دوكر خسا غالي يجوم دوكر إذ كان الله عز وجل يطاس خسا غالي يجوم دوكر ياسم القرآن خسا غالي يجوم دوكر بديت زجة خسا غالي يجوم دوكر بديت في كاريق الحلال الحلال ذو نجد الحلال الحرام بعد ربديت في كاريق ذو كامونخ ميمي وخانش الزغة الزجة وزغة العبدة غالك قيام الليلة أزج قطارويح مش بحض زج قطارويح قبل العشاء يقالهم دوكري وزجتني تسريم في فضاء حلقين القهوة صح إيوا شفاية اثنين صافي قد جيت 27 شن الزوج صافي مشي يغينا صاحبي أم دوك الربدا إما شيوي غرخا وإما شيوي غ الشر إما شيوي العياذ بالله على المعاصي وإما شيوي غ الذنوب. المرء على دين خليله مرثك هذاكم دوك النش تغيمي تكيسي تكية في الشارع يتقول تزيجي أخاكي أثى أخاكي أثى. لذلك اختر صاحبا يكون أقرب إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يأمر خير الخلق صلى الله عليه وسلم بأن يصاحب المجدين في السير إلى الله وأن يترك الغافلين، فيقول سبحانه وتعالى: واصبر نفسك يا محمد، يعني يا محمد واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. يا محمد صباكي وذانا إني ذي ذكار الطاس صباح ذو عشي من مذك علي بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. يعني يا محمد إياك التبعث إياك الطعث يذني إن سبع خنغ يذني سبع القرآن بعد اسم يا محمد وكنت غي مشى يا محمد صلى الله عليه وسلم إياك ثم إياك أشضلني يا محمد إني فارق من الدين سن إني فارق من القرآن الكريم فارق من الصلاة فارق من العبادة إياك ثم إياك كنت غي مثل ليالي الطويلة إياك ثم إياك كنت ضيع الأوقات إياك ثم إياك غتضيع دوك الأوقات اللي أعطاك الله عز وجل فرصة في الحياة غتبقى مع شي واحد كيكسلك في الصلاة كيرجعك اللهم. هذه من أعظم الوصايا: احذر مصاحبة الكسالى والبطالين. لذلك أحبتي في الله، نذكر الوصية السادسة قبل الأخيرة: اعرف قدر الموسم، اعرف قدر الموسم، فإنك إن لم تعرف قدر رمضان لم تجتهد في استغلاله. التصنيف ذا النهارة ما يمله في انتبار ما يمت من غان ذي رمضان يعدو خص الظهار عاصا وتي تشغل المسجد ثم قطع والتاري الخباد الوقت المسلسلات أقفل التلفزيون ما يمي من الأسباب أيها الأحبة في الله. إذا غي الجين وانستغلشا شامل الصيام لأنه وانستنشا القيمانس
القيمة للشهوة الاستنشاء. إما عليك نسن القيمة من الشر أيها الأحبة في الله، إيش القيمة فقط؟ غاس الطاس القيم، إيش القيمة؟ من رمضان هما رد زوجة إيمانا واحتسابا، زوجة ليلة القدر إيمانا واحتسابا. ربي عز وجل يقبل خاك، أنت مخلص صادق، ولله عتقاء من النار. الله عز وجل يعتق ديودان زي جهنم. ما لا الفضل وها أن الله عز وجل ذي رمضان يعتقشك زي جهنم، يسبع لك زي جهنم، يسبع لك زي النار. كفى بها فضل أن يبعد الله عز وجل وجهك عن النار. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله، الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا الكريم. اعرف قدر الموسم عباد الله، اعرفوا قدر الموسم عباد الله، فإنكم إن لم تعرفوا قدر رمضان لم تجتهدوا في استغلاله. فاشتغل هذه الأيام يا أخي الكريم ويا أختي الفاضلة بالإكثار من قراءة القرآن في فضل هذا الموسم، وأن تعرف قدره ومنزلته عند الله عز وجل. فشهر رمضان شهر تفتح فيه أبواب الجنان، وتغلق وتغلق في رواية أبواب النيران. ولك في كل ليلة عند فطرك دعوة مستجابة. كل فطر كل يوم كتمشي تفطر تحتفظ دينهاني تحتكثر مغاب دينهاني إلا تلغك دعوة مستجابة. دعا ربي عز وجل، لا شك أنك حاجات تزدي الدنيا الحوايج، تزدي الآخرة الحوايج. إذا خميني غادي تحتفظ، استغل استغل الوقت إني. فالله عز وجل استجبش الدعاء يا أخي الكريم. ولي الصائم فرحتان، الصائم عنده جد الفرح، كيفرح في الفطر ديالو، خمين تحي فطر الإنسان يفرح في الدنيا، يتزدجن الإيمان، يتزدجن الشعور أن الإنسان يسعد النهار النص ذي الصيام، يلقى الإمساك عن الأكل والمشروبات والجماع وغيرها من المفترات. الإنسان يصبر لله سبحانه وتعالى صبر، واحد الصبر كبير، إما يكون في الشمس ولا يكون في الخدمة ولا يكون هو عطشان، ولكن الصبر صبر واحد الصبر كبير. ولكن منين غيجي الفطر كيحس بواحد الفرحة، تحس ذيك شنو فرحت أنه كيجي العمل. والصيام لي وأنا أجزي به، الصيام إبهام الأجر كما يقول العلماء. هنايا الله عز وجل أو النبي صلى الله عليه وسلم ما بينلناش شحال ديال الفضل ديال الصيام، شحال تيش الله عز وجل يوم القيامة الصائم. هنا يقول العلماء إبهام الأجر يدل على عظم العمل. هذا الإبهام الله عز وجل قال أنا الصيام لي، الصيام ديالي وأنا أجزي به. حتى اليوم القيامة عاد تشوف الأجر ديال الله عز وجل من الصيام مني. مادام الصيام مني يجي جارج الله عز وجل يجي الوحد واخد يسبين شان أجر مني القيمة مش حتى مقرنت. لذلك يوم القيامة خميني غدر قد ربي عز وجل ستفرح الفرح الثاني إن كنت مخلصا وإن كنت صادقا. الفرح الأول هو أنك مني غتمشي ديك الطبلة أتحت الشد أتحت كثر مخاب أتحت جن حاجة قلت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أتحسك جن فرح تجن الإيمان. كذلك مني غدر قيد الله عز وجل في أعظم المواقف، في أعظم المواقف هو موقف لقاء الله عز وجل. سيأتي ذلك الصيام لكي يشفع فيك يا أخي الكريم. الوصية السابعة والأخيرة، تعلم فقه التعبد في رمضان. كان واحد الفقه سميته فقه التعبد. ما معنى فقه التعبد؟ أو ما يمكن أن نسميه فقه الأولويات. ومعنى ذلك أن هناك أعمال عظيمة مفضلة في رمضان أكثر من غيرها، فمن تمام الفقه أن تكون أكثر حرصا عليها حتى لا يفوت عليك الشهر، وأنت ربما منشغل بأعمال قد تكون صالحة ولكن غيرها أفضل منها. ما معنى فقه التأمل أيها الأحبة في الله؟ وفقه الأولويات هو أن الإنسان في رمضان يشتغل بشيء أعمال يكون فاضلة. ربما تقريج من خاء تقريج من طاعة، ولكن الطاعة النيد إن شاء الطاعة تقطع. أتغذ الكتاب مثلا، أتغذ كتاب الفقه، نغذي السيرة، نغذي التفسير، نغذي شن حاجة نغريه، ولكن ربما استغرق تجن وقت ضام قرانت شن الكتب. ولكن شهر لي مرض رديس القرآن، شهر القرآن مرض رديس القرآن تير الأجر مش مضاعف كتاب، مرض صدق الديس تير الأجر مش مضاعف كتاب. ونشيج البرنامج أيها الأحبة في الله إذا اتبع في رمضان باش نيرز في أحسن الأحوال. لذلك أحبة في الله إمامنا مالك رحمه الله إمام دار الهجرة كان يوقف دروس العلم، دروس العلم
دروس الفقه والتفسير والحديث كان يوقفها ويقول هذا شهر القرآن. كان دروس علمية تغيس بدأت الإمام مالك يقال الشهر غام تلاوات القرآن وهنقال القرآن وهنش اختم 5 أيمان 10 أيمان اختم 4 أيمان 3 أيمان أقل حاجة هو أتختم القرآن زي الفاتحة أقول أعوذ برب الناس زي رمضان أقل حاجة يعني أضعف الإيمان تختم ليش الختمة. لذلك سوجد يخفنش يا أخي الكريم باش تختم القرآن الكريم إنه شهر القرآن. قال الله سبحانه وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وكان جبريل عليه الصلاة والسلام ينزل من السماء في رمضان ليتدارس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن. تغى جبريل يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقاكس القرآن يتدارس القرآن. ثم أيها الأحبة في الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه الصيام والقرآن يشفعان للعبد. الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام ربي إني منعته الطعام والشهوات فشفعني فيه. ويقول القرآن ربي منعته النوم بالليل فشفعني فيه فيشفعان له. ديس القرآن قرآن يتغذق قد الدنيا أديس رمضان نيد الصيام نيد يوم القيامة في الحسرة والندمات. أتوزد تكتب الأموال مش مرة أتوزد مرة من تغاك الدنيا أتكتب جتبع في العذاب ربي عز وجل وقد يقبر شربي سبحانه وتعالى. ولكن الصيام نيد زمض ذي القرآن نيد غريت ساعة نيد النهار غدت ساعة تغريت الحزب نيد حزبين ثلاثة أحزاب يوم القيامة أديس القرآن نسيق يا رب يا رب قم نعخي السجير يا رب تغوي تسجل تغوي قرين يا رب تغوي قال القرآن. ثم دي الصيام السني يا رب منعته الشهوات ومنعته الأكل ومنعته كل شيء من أجلك يا رب فشفعني فيه فيشفعان لي. ثم ربي عز وجل أشفع في القرآن ذا الصيام يا أخي الكريم. ثم ثانيا من غيرك أيها الأحبة في الله قيام رمضان قيام رمضان إياك ثم إياك زنهارة هتسنجم تشن ركعة التراويح التصنيع دار للأسف والسنجل قيمة الصيام والسنجل قيمة القيام والسنجل التراويح قيمة ست أيها الأحبة في الله. لذلك أيها الأحبة في الله باش نعشق القرآن باش نقوم رمضان كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ونغي قوم رمضانك الإيمان حتى ينصرف الإيمان ثم يسمع القرآن بالقلب دياله ويخشع ثم هذا الإنسان كمل هذا رمضان وتقبل عليه هذا رمضان غفر له ما تقدم من ذنبه. ثالثا الصدقة وإطعام الطعام مما يجب أن نركز عليه أيها الأحبة في الله في هذا الشهر الكريم هو كثرة الإنفاق وجه الزكاة. الزكاة واجبة لا بد غاك تكشد إني مروت تكشد قشك آثم غاكيش العذاب عظيم يوم القيامة مروت الزكاة نسوى الصدقة الجود الإنسان الذي صدق ولو ب10 دراهم ولو ب20 درهم 20 درهم مني شكواك سكشا ولكن يجن سكوا غاز يجن حاشد غاز القيمة. لذلك تفقدوا الفقراء وتفقدوا المساكين وتفقدوا من يحتاجون للمسائل الضرورية الأساسية في البيت أيها الأحبة في الله. لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من فطر صائما فله مثل أجره لا ينقص من أجره شيء. لغي فطر شي صائم لغي ديشي معه شي واحد فقير ولكن ماذا غي ديه الدار غي فطو كيكون عنده ذاك الأجر ديال الصيام كامل دياله ولكن ما كينقصش من ذاك السيد الأجر دياله. إذن أيها الأحبة في الله رابعا من غنق الدعاء فهو أعظم عبادة الشهر. يقول الله سبحانه وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه. أدعو الله عز وجل أدعو الله عز وجل أن يثبتك على الطريق المستقيم أدعو الله عز وجل أن يبصرك بدينك أدعو الله عز وجل أن يعطيك من فضائل الدنيا والآخرة. لذلك من استطاع كذلك خامسا العمرة من استطاع أن يزور أو أن يعتمر فالعمرة في رمضان تعدل حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أيها الأحبة في الله ذي نجن الإخبار ثم ذي نجن المذكرة. المذكرة الأولى أيها الأحبة في لازم المجلس العلمي وزارة الأوقاف المندوبية الإقليمية أن تحثني وذلخ الرضاعة الطبيعية يعني أن ثمغاث مش النزغاث أيها الأحبة في الله أن ثمغاث خمس يتيش ربي عز وجل ذا الأجر مرى صوت ذميس ثم مرى أيها الأحبة لخص تحافظ صحة الناس كذلك أتصوت ذميس إلا في حالة الضرورة مرى وذي الشاء أغي نغوغس شيء أغي أتحاول ما أمكن انتثت الصوت شان حاجة نغني. ولكن أفضل هو أنه تصوت تذميس الرضاعة الطبيعية. ذي نجن الإخبار ما لأيها الأحبة في الله لجن المساجد
لجن المساجد أزغنغن وما جوارها، لجن المساجد هنا قلت جن برنامج دي رمضان، جن برنامج تحفيزي الشباب، ليس مسابقات للقرآن الكريم للتحفيظ، ليس جميع الأعمال. لذلك أيها الأحبة في الله، المسجد وانت قد يشارك مجموعة الشباب، لذلك كونوا في الموعد أيها الأحبة في الله، أو التوثاون وم سجعم ثن أدغان القرآن، سجعم ثن أتمسكن الكتاب الرب سبحانه وتعالى. لذلك أحبة في الله، في هذا الأسبوع سيعلق الإعلان، فما أحوجنا أن نرجع إلى القرآن الكريم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بديننا، اللهم بصرنا بديننا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. كذلك أيها الأحبة في لجنة البلاغ وسيدة جنة وزارة الأوقاف، تجنب التصوير يعني قبل الخطبة، الله يجزيكم بخير باش تحرج مشاء المؤسسات، يعني قالش تصوانهم خصوتي لنشاء. لذلك ونيت صوران هذه حاول ما أمكن هذه كفخ العمل ونتا زي وزارة الأوقاف وسنة البلاغة ونتا، ممنوع التصوير دي المسجد، يعني ممنوع التصوير ابدا، شو تصوير حد ودي تصورا، ولكن يعني يستند الخبر بانه ممنوع التصوير ايها الاحبه في الله. لذلك استسمح على هذا الامر، اسال الله سبحانه وتعالى ان يبصرنا بديننا، اللهم اهدنا فيمن هديت، وتولنا فيمن توليت، واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين، ارزقنا التقوى، اللهم ارزقنا التقوى، اللهم ارزقنا التقوى، اللهم ارزقنا الاخلاص في الاقوال والأعمال والنيات، اللهم ارزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال والنيات يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اهدنا إلى القرآن، اللهم اهدنا إلى أحسن الأعمال يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا متحابين فيك، اللهم اجعلنا متحابين فيك، اللهم اجعلنا متحابين فيك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اهد شبابنا، اللهم اهد نساءنا، اللهم اهد زوجاتنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم عاف مبتلانا ومبتلى المسلمين، اللهم فك أسر المأسورين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. بعض الإخوان مرضى يسألونك الدعاء، نسأل الله عز وجل أن يرفع عنهم البلاء، اللهم ارفع عنهم البلاء يا أرحم الراحمين، اللهم اشفيهم واشفي جميع المسلمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا متحابين فيك، اللهم اجعلنا متحابين فيك ملك البلاد، اللهم وفقه لما تحب وترضاه، اللهم ارزقه البطانة الصالحة من العلماء الربانيين الذين يصلحون العباد والبلاد. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لكم، والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.